نقول لك انا راجلي بغى يتزوج يعني عنده تاع الدود وانا عند القاضي شرط انني نسكن بوحديتي الدار اللي انا فيها مع جوزتي ودابا هو بغى يسكن في دار وحده وفي بيت واحد ما يسكن معاك عاود بغى يسكن معاك يسكن لا معايا هو تشري معايا في الدار يعني وقبل لك هذا الشرط على فاطمه الزهره انا عند القاضية قلت وني نكتب اني تقبل تقبل وتزوج هو دابا دابا تزوج وبغى الزوجه ديالو يجي يسكنها معايا في الدار وشوف شوف شوف, شوف 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 هاد الحاله هذه شوف في هاد الحاله هذه بلاتي لا فاطمه زرقتي يسكنها في بيتو يعني بيت واحد تكون ساكن فيه زوج ولا في الدار دابا فيها نشاركوا انا وياه نتناوبوا عليه الدار الدار لا استاذ غرفه النوم ديالها تشاركها هي والسيده لا داكشي لا لا شوف لا فاطمه زهراء من حقك انك تاخذي بيت مستقل رضاء او قضاء بغى رضاء يعني برضاه او قضاء بحكم القانون بحكم المحكمه عقوزتي كيف الدار ديال عقوزتي الدار ديال الام ديالو ايوا مالها يعني الدار الام ديالو يعني عندها حق يطلب انا بيت ولكن فاطمه زهراء الزوج ديالك ما استطعتوش على هذا الحساب يتزوج بزوج العيالات كيفاش خدا ما استطعتوش غير الانجاب الانجاب انا عندي المشكل في الانجاب بغى يتزوج ماشي مشكل اسمع فاطمه زهراء اسمع نوريك الحل نوريك الحل كيف لي من فاعلة شي شوية ايه بشوية ايه بردي شي شوية شوف الله تبارك وتعالى هو اللي تيقاد كل شيء اولا اولا من حقك لالا فاطمة الزهراء انك تطلبي مسكن مستقل ماشي غير على الزوجة ديالو حتى على الاهل ديالو الا بغيتي الا كان عندك شي ضرر من الاهل ديالو ولا كذا راه من حقك ولكن في هذه الحالة هذه انت كتشوفي الضرر غير من الزوجة وماشي غير الضرر البسيط اللي كل وحدة بيتها الغرفة ديالها هذا بغى يسكنكم بجوج في غرفة وحدة هذا 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 هو الضرر بعينه هذا هو قمه الضرر من حقك لا ترفضي هذا الامر هذا ومن حقك تمشي للمحكمه باش ينفذ هذاك الالتزام ديالو بانه يخصص لك سكن ديالك بوحدك او غرفه خاصه استاذ في حاله استاذ في حاله الا رفض واش هذا الشيء يعد تعسف احنا ما بغيناش نجيو للاسوء لانه في هذه الحاله هذه الا ما استطعش مثلا وما قدرش هو يوفر هذا الشيء راه بحق طلب الطلاق ولكن احنا ما بغيناش نوصلوا لهذ الحلول السيئه لا انا تنقول لها الحلول الممكنه في اطار الابقاء على علاقه الزوجيه هو انها تشوف معاه الله يهديك فلان راه عيب ان جوج عيالات او جوج نساء في غرفه واحده ماشي غير بيت واحد غرفه واحده راه شي شويه ماشي تتنافى مع قيم الانسان ومع قيم البشريه ككل كاع ولكن الا ما كانش يعني ما بغاش بهذا اللغه هذه اسمحي لي لانه شويه تقلقت شويه مشي للمحكمه طلب ان ينفذ هذاك الالتزام ديالو حب يعني رضاء او قضاء وإلا ما بغاش كاع لو خرج معاه لكاع راه من حقها تطلب طلاق وتطلب عليه التعويض وتسيزي ليه الأملاك ديالو وتاخذ التعويضات ديالها. الله يغلبك على لا حول ولا قوة إلا بالله. باش تنسى في غرفة وحدة. لا يعني هذا تقديح تقديح الشخص هذيك السيدة. ما كانوش تيديروا حتى الناس اللي عندهم النساء والحشم والخدم وذاك الشيء اللي كنشوفوه في المسلسلات ديال بكري. ما كانوش تيديروا هاد الناس هادو كيفاش هاد المره الثانيه غتقبل تكون مع مرا وحده في غرفه ما فهمتش انا ما عرفتش لا حول ولا قوه الا بالله الانسان ما استطاعتوش ما يتزوجش ما قادرش راه الرسول صلى الله عليه وسلم راه قال لك من استطاع الباءة منكم فليتزوج ما شاء الله ما شاء الله ماشي كلشي عنده الباءة باش يقدر انه يرتبط ويتزوج لا حول ولا قوه الا بالله العظيم هي خير الكلام استاذ لا حول ولا قوة والله العظيم صباح ما هاد الامور بقدر ما كدر في الخاطر بقدر ما تضحك من انا 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 اتحدث هنا عن الانسان عن الرجل عرفت شنو هي الرجل راه كاين الفرق بين الذكر والرجل كبير استاذ فرق كبير لا يذكر انت ذكر فعلا انت ذكر فرق كبير لا يذكر لا يكون عندك جوج عيالات وثلاثه واربعه ولكن واش انت راجل واش الراجل يسكن جنسوات في غرفه وحده للاسف لا يعقل هذا الشيء هذا ماشي ما تيديروش الناس هذا وهذا نقاش كبير استاذي لان معنى الرجوله كيف ما قلتي راه لا يدركه الكثير